العربي يغويني كنا نتحدث عن دكتور العربي غويني كنا نتحدث عن السياق الذي تأتي فيه هذه الطبعة 31 من معرض الإنتاج الجزائري. دعني أمر إلى دكتور محفوظ كوبي، إلى أي مدى هذا المعرض مهم للترويج للمنتجات الجزائرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن معرض هام سنوي يمكن العارضين من التعريف بمنتوجاتهم، ولكن أساسا هو فرصة وطنية تمكن الاقتصاد الوطني للقيام بعملية تقييم لما سجله الاقتصاد الوطني أو الإنتاج الوطني على وجه الخصوص خلال سنة. إذن تحسن، تحسين من ناحية الكمية المنتجة، تحسين أيضا من ناحية التنافسية. نعم، إذا نتابع هذه الصور مشاهدينا مباشرة من قصر المعارض الصنوبر البحري. الإنتاج الوطني في مختلف القطاعات، في الإنتاج الكهربائية، في قطاع الخدمات، في المؤسسات بمختلف أشكالها، صناعات البتروكيميائية كذلك تطورت بهذه السنة في كل واحدة فيها بنسبة 20 إلى 25%، الأشغال العمومية وقطاع الصناعات الميكانيكية كذلك بنسب متفاوتة. كاين وين عندنا ثبوت في الأرقام، كاين وين تطورت قطاع التأثيث والديكور اللي عرف قفزة نوعية بعد ما نقص الاستيراد، وكذلك حتى التغليف والمؤسسات الناشئة. هذه السنة راح نعرضوا 36 مؤسسة ناشئة. قطاع الصناعات الميكانيكية اللي عاود رجع بقوة ب 49 شركة، وفضاء البيع اللي خصص للمواطنين بدي بري بروموسيونال باش يقدروا يقتنيوا مقتنياتهم خلال هذه الدورة. فيما يخص نعرض عليكم اليوم سيد رئيس الجمهورية أول نتائج للإحصاء المنتوج الوطني. فيما يخص النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني في مرحلته الأولى، تم إحصاء تقريبا كل النسيج الاقتصادي الوطني وتمت رقمنته ووضعه في منصة رقمية صممت خصيصا لهذا الغرض، وتم تجميع المعطيات من قبل أعوان قطاع التجارة في 58 ولاية. فيما يخص السيد رئيس الجمهورية توزيع المؤسسات الإنتاجية المقيدة في السجل التجاري، نشوف مثلا في العدد الإجمالي للمؤسسات الإنتاجية متوزعة تقريبا في جغرافيا في 42% من التراب الوطني، يعني لي توب 10 دي ولاية في ألجي 17%، والولايات تقريبا الشمالية اللي نتركز فيها أكبر عدد من النشاط الاقتصادي. في هذا النشاط تم إحصاء سيد رئيس الجمهورية 186 ألف مؤسسة اللي تنشط وتنتج في مختلف النشاطات. عدد النشاطات الإنتاجية في الجزائر حاليا لسنة حتى نوفمبر 23 364 نشاط اقتصادي مسجل ومقيد في السجل الوطني. فيما يخص قطاعات النشاطات ذات القدرات التصديرية الإنتاجية الكبيرة سيد الرئيس، تم الإنتاج الاكتفاء الوطني، وهذه هي المؤسسات اللي راهي اليوم عندنا يعني خميرة كبيرة باش نصدروا منها. هي 7 قطاعات أساسية تتمثل في 42 ألف شركة، وعدد النشاطات الإنتاجية هي 37 نشاط إنتاجي على مود البناء اللي عرف قفزة نوعية كبيرة سيد رئيس الجمهورية. المنتجات الكهرومنزلية هذا كلها نصدر منهم 7 قطاعات مخصصة إلى التصدير. فيما يخص القطاعات التي تحتاج، هذه عندنا فيها قدرات إنتاجية لكن ضعيفة، عندنا حوالي تم إحصاء في المرحلة الأولى 79 ألف مؤسسة اللي راهي تنشط، لكن مؤسسات صغيرة ومتوسطة تتطلب مرافقة وإعادة فتح المجال في تدعيمها وتمويلها. كاين 16,726 متعامل مسجلين على السجل التجاري، يعني في كل نشاط إنتاج قطع الغيار نشاط جديد يتطلب أننا نرافقه ونحل يعني فضاءات باش أننا إنتاج العجلات. اليوم عندنا واحد، كاين الثاني راح ينتج راح يدخل في الإنتاج عما قريب في حمادي، يعني تقريبا هو يدير الريشاب لي بنو
في حمادي كاين انتاج الزيوت اليوم كاين في اعطيت تعليمات سيد رئيس الجمهوريه اننا نحافظ على هذه الشعبه. اليوم رانا ننتج حوالي كان 10 مصنعين لليبريفيون اللي راهم في الساحه الوطنيه. الملابس الجاهزه والاحذيه كذلك عندنا عدد معتبر ومواد التجميل والعطور، وهذا من خلال سياسه يعني ترشيد الواردات اللي خلات هذه النشاطات تبرز بكل قوه سيد رئيس الجمهوريه. شكرا لكم. و بالنسبه للانتاج الوطني، شركات ولا القطاع اللي فيه تغطيه كامله لحاجيات الوطن تسجلوا لنا المؤسسات باش نرخصوا لهم تصدير نحو افريقيا، ميم دون لو كادر دي تروك، نغلم مع الزيوت تاع السيارات ولا مع هذه ولا، مي فو با سترومبي، هذه الحاجه اللي نحتاجوها احنا واصلها عمله صعبه، التصدير تاعها يكون يعني بالتقطير باش ما نخلقش خلل في التوازن تاعنا تاع بين الانتاج والاستهلاك المحلي والاستيراد. مي فو فات لو ترافاي توت سويت باسكو سنة 24 ان شاء الله باش نفتح فيها القائمه نتاع الاتروك مع النيجر مع الموريتاني ومع المالي ان شاء الله. il faudrait avoir des chiffres exacts, pas de l'approximation. Inch'Allah. D'accord. مشاهدينا كنا نتابع هذا العرض المفصل الذي يتضمن بطاقة فنية للطبعة 31 لمعرض الانتاج الجزائري، والذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات السيد الطيب الزيتوني للسيد رئيس الجمهورية. في هذه الأثناء يشرف السيد رئيس الجمهورية على افتتاح فعاليات الطبعة 31 لمعرض الانتاج الجزائرية.